مشاهدي برنامج اسال مجرب، اذا كنت بتكلم معاكم عن الزراعه فانا بتكلم عن الامن القومي الغذائي وبتكلم عن الاقتصاد. اذا كنت بتكلم معاكم عن مشاكل فانا بتكلم من اجل ايجاد الحلول. لا المشاكل يا باشا، المشاكل الملوحه ديت بتنهي اي زرعه فيها. سواء فراوله سواء موز سواء اي نسبه ملوحه ما يديكش انتاج لو انت زرع برسيم. حد برسيم مش هيديك. طبيعي جدا ان انت وانت بتشتغل يقابلك عقبات. مشكلتنا كلها الاساسيه هنا هي الملوحه، درجه الملوحه عاليه، بقى فيها حديد كتير، بقى سد الخراطيم، كل زرعه عاوزه خراطيم جديده. ولكن لازم يكون عندنا اراده واصرار. وريتكم النهارده نماذج متعدده، المراه الريفيه او الفلاحه، الست المصريه، الفلاح المصري، التربيه والتعليم، العمل والانتاج، لغه المصري. انا عندي 5 فدان فوق هنا، فكنت بنعاني دايما من مشكله الملوحه، فربنا وفقنا وعرفنا دكتور محمد. الجهاز الحمد لله ما جبناه، والحمد لله وربنا رضانا في الغله وفي الفراوله وفي لحد ما سالت، قالوا لي دلوني على جهاز بتاع دلتا وتر تحليه الميه، قالوا ان الجهاز ده بسم الله ما شاء الله بيخفض نسبه الملوحه لحد 50%. الحمد لله والله وربنا رضانا الحمد لله عن طريق الجهاز ده. ننصح اي واحد ما ركبش الجهاز يركبه، لان باين على ارض الطبيعه. تمام، احكم بنفسك وتعالى شوف الزراعه. سمعت لما شفت الزراعه بتاعته، اما شفت الزراعه بتاعته وجيت شفت زراعتي اقتنعت بالزراعه بتاعته واقتنعت بالجهاز اللي هو جابه. لو اتكلمت معاكم عن رحلتي في اسأل مجرب، هي رحله جميله جدا، رحله العمل والكفاح، رحله الفلاح المصري مع ارضه وزرعه. واحنا بنتكلم في برنامج اسأل مجرب عندنا هدف مهم جدا، ان احنا نشوف كل بلدنا منتجه. الاراضي الزراعيه المصريه الخصبه والاراضي الجديده اللي الناس شقيت وتعبت فيها سنين طويله علشان تنجح لازم تكون منتجه. التحديات اللي بتواجهنا النهارده نظره المياه وايضا سوء استغلال الموارد المائيه. في الفتره الاخيره الدوله اهتمت بملف المياه، عندنا مشكله بتواجه القطاع الزراعي وهي ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه. لما كلمتكم في اسال مجرب من سنين طويله عن تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي ودورها في حل هذه المشكله، كنت باخد الاجابه من على لسان الفلاح المصري، المصداقيه والامانه في نقل الحقيقه. النهارده وانا معاكم في اسال مجرب هكمل هذا النموذج من داخل ارض قدرت تنجح وتصمد امام تحديات كتيره جدا، منها ارتفاع نسبه الملوحه في المياه والتربه، ودي المشكله الاساسيه اللي بتقلل الانتاج. هوريكم زراعات مختلفه للذره وللموز، هوريكم فلاح بيحب بلده وبيتكلم عن الزراعه بوعي شديد، فاهم يعني ايه اهميه الزراعه بالنسبه للامن القومي الغذائي وبالنسبه للاقتصاد المصري. ارحب بحضراتكم في حلقه جديده من اسال مجرب.